السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سامي جديد معكم يا محمد. فيديو جديد، فيديوهات لعبة كونكر موبايل وسلسلة الفيديوهات من بداية من الصفر. بلعب في سيرفر ريستر فورست يا جماعة، سيرفر جديد اللي لسه نازل اللي هو الأمريكي يعني. طبعا عشان احنا عايزين الناس يبقى معانا وكده، فعملت جروب فيسبوك وينو كونكر موبايل، انزل فيه انضم يعني بمعنى صح، واسأل وان شاء الله هنجاوبك بكل الطرق. طبعا انا اخر مرة وقفت على المهمات العادية، فعايزين نعرف دلوقتي احنا هنعمل ايه. طيب هنا بقولك ديفيد روبر، حاضر هنقتل الروبر. اوكي اهم، ادي واحد. يعني انا هعمل سلسلة فيديوهات، بس انا بصراحة زي ما قلتلكم بحب شخصية الورير لانها كويسة جدا وبتنفع اكتر يعني بالنسبة لي انا، يعني كتلويش وكده حلوة جدا. طبعا هنعمل مهمات زي ما انتم شايفين، نوت بيج ديل، يلا بينا. شكل اللي بكت تحفة بصراحة. دي مدينة الفونكس طبعا مع الوحوش 3D. اخ لو زمان ترجع ايام كلاسيك الحلوة دي، يا سلام. طبعا زي ما انتم شايفين هو بيدينا تلقائي في كل حاجة، فدي حاجة جميلة جدا. انا ببدأ سلسلة الفيديوهات لان هعملها واحدة واحدة بإذن الله تعالى، ولو في اقبال ان شاء الله هعمل فيديوهات كتيرة جدا جدا عليها، وهشرح الايفنتات واشرح كل حاجة. ماشي، ديفيد البندد، حاضر ادي البندد اهو، تمام زي ما انت شايف. هات كده، فاضل واحد. ماشي يلا اللي بعده. ودانا المهمة ديفيد باندت اند كولكت كونتاكت مسج، حاضر في رسالة لازم نجمعها. عينيا يا ده شكل اتش بي بتاع زمان ده. تمام جمعت الرسالة اهي، هو دلوقتي هيدينا تلقائي في كل حاجة. ام نوت باندت، ماشي. هو دلوقتي بيعمل مهمات العادية جدا. خلي بالك انا ماشي بنظام ان انا بعمل مهمات العادية خالص. قاتل ده عشان بس ايه ما اضايقناش في الحركة. زي ما انت شايف اهو الموضوع ايزي جدا. خلي بالك انا بعمل سلسلة فيديوهات، انا ببدأ من الصفر، انا لسه نازل اللعبة على فكرة بجد. انا قادر ممكن اخد اكونتات من صحابي وكده، بس هلعبها وانا مش فاهم فيها اي حاجة. انا بدي من الصفر عشان اقدر افهم واحده واحده سيستم اللعبه ازاي. هتقول لي طب ما هي نفس كونكر عاديه، هقول لك هي نفس كونكر عاديه بس مش بنسبه 100%. هي ممكن اقول لك نفس الشخصيات، نفس الاشكال الاسلحه، نفس الكلام ده كله، فاهم انت ازاي؟ بس طبعا بكل تاكيد مش نفس كونكر بتاعت الكمبيوتر لانها متغيره تماما يعني. فان شاء الله كده هبدا اعمل سلسله فيديوهات عليها من الصفر، ونسمي السلسلة ازاي تبدأ وانت نوب للاحتراف. الواد ده لابس اجنحة وتقريبا انا مش لابس. عايز اعرف ايه المشكلة عشان اقدر انا ابقى زيه. كريستال بانتد تقريبا هو ده الكابتن بتاعهم، كابتن بتاعهم زي ما قلت. تاني نشوف الباك كده ايه فيه بالظبط الباك. اوكي ماشي، عايزين نعرف ايه ده بالظبط. بيقول لك هيرز كان اوفر سربرايز جيفت. طيب انا شغال دلوقتي، عايزين تسكيرت مش عايزين دي، نوقع الحاجات دي. خدنا نيو سكيل حلو، الخصائص بتاعت سكيلتر الحصان يعني. ليفل 33 اخدنا ميتر، ماشي. دي بالظبط بتاعت ايه، البس الكويب دي، البس السلسلة كمان، والبس اليونيك، والبس الكروب، وقع دي سكيرت لان طبعا ده يونيك. اي حاجة ليفت هاند كويب الحصان كمان ديسكارد دي. انا بدأت احاول افضل ايتم عشان اقدر اعرف انا بعمل ايه بالظبط.
ليفل بوست تيكت حلو، ده بيديك، شوف اهو انا ما خدتش بالي من ليفل بوست تيكت، ده بيديك على طول ليفل 100 زي ما انت شايف اهو، بيديك حاجه كتيره جدا للبروموشن، شايف اهو ما خدتش بالي بجد، انا بوريك ان انا فعلا فعلا بلعب اللعبه اول مره والله ما بهزرش كده، ريحني في حاجات كتيره جدا. مش معنى كده ان احنا ما بنعملش مهمات، لا بالعكس، هو دلوقتي بيديك السكيلات ده كل حاجه، يو ريتش ليفل 40، يو كان ساين كواليفاير، حاضر. طيب ايه ده بالظبط؟ بيقول لك ده سندر سترايك، ملناش دعوه بيه، انا مش سندر سترايك اصلا. ماشي، ده ستيد باوند، هو واحد ديسكارد دي وديسكارد ده برضو ديسكارد. ماشي، انا اخدت سربرايز بروموشن، نفتح كده نشوف ايه فيها. اخدت سلاح سوبر، خدت سلاح سوبر حلو جدا، رايت هاند تمام، وارمي بتاع ليفت هاند ديسكارد، جميل جدا جدا. دي بلاد جيد، دي كرسي لفلفة، ده تورتل تشي برضو. هنا بيقول لك فاين ذا ريكويست ليفل بروموشن، باور اكسيبول، نورمال ام كذا كذا كذا، 5% اتاك، دراجون جيم. طيب دي نحطها في اي حاجة فيها سوكت. دلوقتي انا ليفل 100 ومعايا سكيلات، دي باك فاير، دي كده انا عدلت الباندد. ايه تاني معاك هنا؟ ده الورد روب، هنعرف كل حاجة دلوقتي، هنعرف كل حاجة بالتفصيل. دي بلاد جيت، بلاد جيت برضو. طيب بدل ما دي بلاد جيت دي بلاد جيت، فانا استخدمهم مرة واحدة عشان خاطر انا اخليهم في علبة واحدة. ماشي، افتر كذا ده تشينج بوكس، ده تشينج وده سكيل، حلو كده في اهو ستاف سوبر هيبقى معانا اهو، جناح ليفل 3 بلس 3 عفوا، كروب بلس 3 وجناح بلس 3 وارمي ديه، تمام كده انا بقى معايا جناح واهو والدنيا ظبطت اكتر، حلو خالص مش وحش. انا لحد دلوقتي لسه ببدأ واحدة واحدة والله، يعني انا بعمل 6 فيديوهات عليها. دي ليفل 15 بروموشن، ده برضو باخد بيه اكسبولات حاجة زي كده عشان تزودني في الليفلات، جميل. طبعا دي بتاعت الاتش بي تسكيرد مش عايزينها، عايزين نعرف ايه ده كمان، ده اليت جير حلو، ستاف اليت كويس، كويب استنى بس، طب استنى بس، كويب كده خلنا ستاف كمان اهو، ده مكان السوبر، لا استنى ده هنعرف ازاي نحطها في السوبر دلوقتي، كويب عايزين نلبسها مكان الرايت هاند، لا ده البسها مكان الليفت هاند بقى. طبعا دي يونيك مش عايزينها، او ممكن نحتاجها، انا مش عارف ليه برميها بصراحة، ما احنا ممكن نحتاجها يا ابني، ممكن نحتاجها يا بابا. ده الشيلد، ارمي طبعا ديه، ارمي ديه، ارمي. على فكرة انا ممكن يبقى معايا اكونت والله العظيم بجد جاهز من كل حاجة، بس انا ببدأ من الصفر، لان فعلا فعلا لازم ابدأ من الصفر زي كونكر عادية لما عملت لها فيديوهات من الصفر، فلازم دي ابدأ لها فيديوهات من الصفر. تمام كده معايا 60 حصان انا، دي كمان حلو، ده open to get 3 day remote romance كذا open directly، انا طبعا مش هدفع سي بي اس بصراحة، انا مش هدفع سي بي اس، ده لمدة 3 ايام. وريني كده ايه ده، الشكل متغيرش ليه؟ الشكل متغيرش ليه؟ وورد روب، سيبك من السبيشال ديه، ماي وورد روب باتون، ابلاي، طيب هل مثلا الاعدادات تظبط الجيرمنت والحاجات دي تظهر؟ ديسبلاي جيرمنت اهو، شفت كده؟ والله العظيم ببدأ من الصفر،
حلو جدا كده، معايا جيرمنت مدة 3 ايام، ومعايا ستاف اليت، ومعايا جناح وطور فان بلس 3، وطبعا ايدا ديفيد باندت اند كولكت ميديكال هارب. حاضر. كده فضلة واحدة. تمام. عشان خلي بالك برضه انا لسه ما اعرفش دلوقتي هضرب بالسكلات ازاي، يعني انا دلوقتي حاليا ندبك بنط وهو بيضرب لوحده تلقائية جدا. طب اضرب ده شوف اهو، بص انا ما بعملش حاجة والله. بيندينج اب كده عملنا التلاتة. يلا الكويست، بص انا الكويستات عادية خالص اهو. بقت انا معايا السكيلات دي عايزين نظبطها عشان طبعا نعرف نلعب ازاي، بس هي كل السكيلات معاك اصلا يعني كده كده. طيب ما تشيلش حاجة، انا شلت اساسا بس قشطة برضه. دي وحش التعابين ده. ده حلو جدا والله. ديفيد وينج سنيك، جبنا الصف كده، جبنا الدنيا دي كده. حلو ده، شغل باك فاير. جبت له 3 رؤوس تعابين، عايزين كمان وينج سنيك شيف وان هيت والله جدع. ديفيد اند كولكتزم ماشي. ماشي نقتل 10. عند ديفيد اليت سيف. حاضر. في وحش هنا يبقى كبير اهو، هو ده. ونقتل كمان كده. تمام. طب والله حلو جدا والله. هي اصلا عامله يعني زي الالعاب بتاعت، هي فعلا موبايل. اه زي الالعاب، اي لعبه موبايل والله بتلاقي فيها مهمات عاديه جدا مستمره وهكذا لغايه ما تلاقي نفسك ظبطت الدنيا. تمام. دلوقتي احنا عايزين نلفلف برضو، خلي بالك لسه هنشوف الوحوش الكويسه اللي بنلفلف فيها الكلام ده كله عشان نقدر احنا نعلي المستويات بتاعتنا. بس احنا بنعمل المهمات العاديه دلوقتي لعل وعسى يدينا حاجات نساعد بيها نفسينا. زي ما انت شايف انت بتقعد تعمل مهمات عادي خالص مفيش اي مشاكل، وتظبط دنيتك واحده واحده، وان شاء الله هتدعم سلسلة فيديوهات عليها بشكل كويس جدا عشان اللي عايز يعرفها كلها. وريني الاستيت كده، الاتاك بتاعي الاتش بي بتاع قليل، خلي بالك لسه في حاجات هتزود الاتش بي بتاعك والكلام ده كله. لسه في اكسسوارات وكاس وحوارات يا رب المفروض ناخدها. انا فاكر كان اول سيرفر اتعمل كان فيه كاس ببلاش اهو. جمع الدوامات دي. ايه ده سبير؟ ايه شكل السبير ليه بنور كده؟ افتكرت حاجة عدلة يا اخي. افتكرت حاجة عدلة. ماشي نفتح دي عشان ناخد 100 سبيس باونت وغيره من الهدايا الحلوة جدا. اكسبول ده ايه بالظبط؟ طب ايه من الحاجات دي؟ انا مش عايز الحاجات دي والله ما عايزها، دي كلها تشبهات عادية. دي ستون بلس تو يا عيني. تاور اوف ميستري ليفل 90. تيك مي تو ذا تاور. تاور مستر القديم. ماشي كومون. ايوه نعرف نقتله ولا ايه؟ يا لهوي لسه انا موصلتش للمستوى اللي اقدر اقتله بيه كده. ناكل على دماغي دلوقتي. طب عايزين سكيل سوبرمان ولا حاجة؟ لا كده الموضوع بقى صعب خالص كده.
بقول لك ادينا وان هيت. You can't revive at the moment. You can't revive at the moment. تقريبا ده الحياة في نفس المكان وده العادي. وريني كده. طيب كويس، عايزين نرجع تاني للمهمات بتاعتنا. اطلع يا حبيبي على التاون لما الريورد. انا اصلا عملت ايه؟ انا اساسا مت تاون سيتي زي ما انت شايف، هو الناس بتلعبها كتيرة جدا جدا والدنيا حلوة، دلع دلع. ووريني ده، اكشف عليه كده. ليفل 127 اكيد، في طرق الناس تلفل بيها بسرعة. استف سوبر، هو زي ما انت شايف الدنيا مرتاحة جدا. السلاحة بلس 6، تمام. كل ده انا هعرفه دلوقتي، متلاقوش يعني. انا ابتدي معاكم السلسلة واحدة واحدة، بنبدأ كل حاجة مع بعضينا واحدة واحدة يعني. انا مش مستعجل على حاجة بصراحة. طيب هنا ده، ايوه كويس. عايزين جير ليفل، عايزين نحط، تمام. لا ده الليفل بتاعه، ده المستوى، ده البلس. ابجريد ماتيريال، نحط ده هي بلس 3، ابجريد بي بلس 3. حلو جدا، جميل 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 جميل. جميل كده، مش وحش. تليبورتينج، لوست كلوث، ده كله عايزين نشوف الدنيا. زي ما انت شايف السلسلة فيديوهات قوية جدا هتعمل بإذن الله تعالى. طبعا عشان ما اطولش عليكم، في الكفاية ان انا صورت اكتر من ربع ساعة، فطبعا ايه الموضوع هيطول جدا. فالحمد لله هنشوف الدنيا، هنشوف اغلب الناس. اي كي اتاشي ده اول واحد في السيرفر، فور 12، سندر سترايكر، ما شاء الله وصل بسرعة جدا. ثانك برضو، وريني ده ايه دنيتو، درجة برو. كذا كذا كذا، ده برضو طالع رانك. كل سندر سترايكر عشان بيطير، والله كله عشان عايز يطير ويقعد يضرب. مملين يا اخي من زمان يا اخي، والله اللي بيعمل سندر سترايك ده ممل يا راجل. اي حد بيطير عشان يطير وخلاص، ده بحس ممل والله. انا نفسي اشيل الورير فما يهمنيش. نخلص المهمة دي ونسلمها وكده. يبقى كان معكم يا ابو محمد من فيديوهات كونكر اون لاين موبايل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس تابعنا باستمرار وتابع جروب وينو كونكر موبايل، هتلاقيها في الوصف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.